نرجع بفيديو جديد يا اخوان. عندك ترومبا 3 سلندر والاربع سلندر نفس الطريقه بهيدي البومب بهيدي المضخه. لتطلع لها اولها لهيدي، انت اكيد بالفيديو القديم قبل الفيديو طلعت اول موتير وكرانك صباب، قلت لك كيف لتطلع اول ترومبا. تيجي انت فكيت الترومبا، صلحت عند تبع المضخات، تجي بدك تركبها انت. ممكن تبع المضخة مش مطلع لك اولها، او مطلع لك اولها بس يستحسن انت تكون متأكد. بتجيب بتفتح اول شيء هيدا البرغي، هيدا الاول بتجيب هاي ماسورة مثل هيدا او حديدة مثل هيدا صغيرة طويلة، بتفوتها هون اوكي، تبرم بالترومبا، تبرم بالترومبا، طول تبرم بالترومبا لحتى يفوت عندك هيدا لجوا. بس فات هيدا عندك لجوا طلع اول الترومبا، هيك بتكون طلعت اول ترومبا واول موتير. تمام يا اخوان، نتمنى المشاركة والدعم ولنستفيد ونفيد بعضنا. بس تسكير ملاحظة للإخوان، من بعد ما سكرت وخلصت، بعد ما فاتت الحديد لجوا وعملت هون الترومبا بلوك، في قفل هون اوكي، بدك تفتح هذا القفل بتقفله على هيدا عشان بس تركبها على الموتور ما يتغير عندك العلام. بس تركبها وتخلص على الموتور، بتركب الفراشة، بتسكر، بتفك القفل وبترجعه للصغيرة اوكي، مطرح ما مفتوح، بترجع بتفك القفل اوكي. لما تركب القفل هيدا الشوي اللي من هون من البرغي بيفوت لجوا اوكي. يعطيكم العافية شباب.